السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم غنحضر معكم باتر تشيكن، يعني دجاج هو بالمرق، يعني معروف جدا في كل الهند. وانا شخصيا يعني من محبين هذا الدجاج، وانا متقنه يعني تن العرب اللي كيشاهدوني غادي يعجبهم بزاف، يعني قريب المذاق ديالنا بزاف. وانا غنوريكم يعني ابسط طريقه ديال هاد بطر الشيكان على طريقه المطاعم، خصوصا انا يعني معاشره مع الهنود تقريبا 5 سنين ونص، يعني كنعرف جميع الماكولات ديالهم، عندي خبره، يعني كندخل معاهم المطابخ ديالهم، كنشوفهم شنو كيديروا بالضبط الهنديات بالنسبه للعائلات زوجي صديقاتي. يعني ان شاء الله نشارك معكم كاع الوصفات، وتكتبوا لي في التعليق يعني شنو الاكلات اللي كتبغيو. وبالنسبه للاخت زهره طلبت مني باني بوري، ان شاء الله راه غادي نديرو، غير خاصو الوقت، يعني هو شويه خاصو الوقت. انا يعني الحاجه اللي طيبتها في الدار كنشاركها معاكم ان شاء الله. وكنحتاجوا لهاد الوصفه، عندنا هنايا دجاج، انا درت هنا 250 غرام، يعني الا كنتوا عائله كبيره غادي ديروا نصف كيلو او كيلو، غادي تضاعفوا كل هاد المقادير. عندي هنايا هاد الكريم، كريم كويسون ديال الطبخ، يعني كريمه الطبخ تاخذوا، ماشي مشكل حنا ناخذوا منها على شي جوج معالقات، يعني ممكن من بعد ديروها في الثلاجه تستعملوها على غدله. عندي هنايا 3 ديال الطماطم بحجم كبير او 6 بحجم صغير، هنا بصله كبيره وغتكون مقطعه بحال هكا صغير، ضروري تقطيعها صغيره باش غادي طيب معنا، باش نطحنوا هذا الشيء من بعد، يعني ضروري التقطيع يكون شويه صغير ضروري. هذه عندنا هنا الزبده 2 معالق كبار، يعني غادي نفرقهم على 2 مراحل. وشنو هي علاش درنا الزبده؟ لان بطر هي الزبده، يعني الدجاج بالزبده، يعني بطر شيكن، شيكن بالانجليش هو الدجاج. بالنسبه للناس اللي بغاو يتعرفوا هكا علاش تسمت هذه السميه، هنايا عندي ملعقه كبيره من الزنجبيل والثوم المطحون، يعني كما قلت لكم غادي ندير نصف ديالها في المرحله الاولى ونصفها في المرحله الثانيه. هنا الملح على حسب الذوق، ولكن انا هنا كنفضل ملعقه صغيره، من بعد هاد كنزيد، هاد كنذوق حتى هي كذلك. غادي نديرو شويه في المرحله الاولى وشويه في المرحله الثانيه. ملعقه كبيره من الخل، وضروري الخل هنا. وهنايا ملعقه صغيره من السكر، غادي تقولي لي او كاين السكر في الطبخ؟ نعم، هذا هو السر ديال بطر شيكن باش تنجح معاكم، هو السكر، وقليل اللي غادي يقول لكم هذا السر. وعندنا هنايا ملعقه صغيره، كاين الهنود كيديروا ملعقه كبيره ديال الفلفل الاحمر الحار الكشميري. شنو هو الفلفل الاحمر الكشميري؟ هو منو تحميره، يعني كتعطي اللون، منو فلفل احمر كيعطي اللون، ومنو كيعطينا الحار. انا درت ملعقه صغيره، ما كنبغيش الحار بزاف، يعني الناس اللي بحالي كيبغيوش الحار بزاف، يعني ملعقه صغيره. وغادي نفرقوها على 2 مراحل، يعني الا كون خصيار تبغيو الحار ديروا ملعقه كبيره. هنا ملعقه صغيره غرام مصاله، كاين اللي تقول لي ما عندناش اختي غرام مصاله في المغرب، انا راه درتها في الفيديو ديال البرياني، نخلي لكم صندوق الوصف كيفاش كنحضروا غرام مصاله. الا ما بغيتيش يعني تحضريها ماشي مشكل، ولكن اللي مزوجه هندي ضروري في الطبخه غرام مصاله. بالنسبه للعرب اللي بغيو يديروا بحال الطبخات ديالي يعني ممكن تستغنيو عليها، ولكن الهنود تيبغيو هذيك المذاق ديالهم، يعني داكشي المذاق ديالهم ما يعجبهمش الحال. ها هي بالنسبه للبنات اللي متبعيني في جزيره موريشيوس، ها هي غرام مصاله، تلقاوها في السوبر مارشي جومبو فينيكس، راه ما لقيتوهاش تما، تلقاوها في سوبر يونيك، ماشي هو سوبر يو، لا سوبر يونيك هو سوبر مارشي خاص بالمنتوجات الهنديه، راه كنت درت واحد الفيديو عليه. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو الطريقه. كما كتشوفوا معايا مكونات يعني بسيطه، يعني موجوده، يعني كاينه في المغرب باستثناء هاد غرام مصاله ما كايناش. الناس اللي في المغرب ممكن يديروا مسحوق الكاري، ملعقه صغيره، راه كاين الكاري في العطار، عند العطار هكا باش تعطيكم المذاق اللي قريب ليكم. وبالنسبه لهاد الاكله راه كيديروها حتى الموريسيين، بطر شيكان غير هو الموريسيين، يعني كاين اللي منهم ما تعرفش هذا هو السر، مثلا هذا هو السكر هو السر ديالها، او مثلا الخل حتى هو ما كيضيفوش، هذا هو السر من سر نجاح هاد الاكله.
يعني هما الموريسيين يعني كياخذوا من الطبخ الهندي لان جدودهم كما قلت لك جايين من منطقه بيهار اللي هي من الهند. ولكن كاين الناس اللي خداو الاسرار ديال هذه المنطقه ديال الطبخ وكاين الناس اللي ما خداوش بالضبط يعني خداو عي فكره. كاين اللي غادي تدير لكم بطر شيكان مثلا على الطريقه الموريسيه غادي تستغني على بزاف الاشياء هنا يعني. ولكن هذا هو لاباز هذه هي القاعده. وتتعلموا مثلا الطبخ الموريسي خصكم تعلموا الطبخ الهندي لانه هو الاصل ديال الموريسي. ونخليكم دابا مع الطريقه. المرحله الاولى غادي ناخذ الدجاج ديالنا كما كتشوفوا غادي نديروا له الماريناج نصف كميه نصف ملعقه صغيره نصف كميه ديال الحار اللي بغيتوا اكثر يعني ممكن ديروه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هذا الكشميري اللي كتعطي اللون وكتعطي الحار اون طون يعني في نفس الوقت ممكن يديروا الفلفل الاحمر ممكن يزيدوا الحار على حسب الذوق ديالهم. وهنايا كذلك نصف الكميه كما هو مبين نصف الكميه غادي نخليو النصف الاخر غنخليو. وكذلك الملح غادي ناخذ غير شويه الملح ماشي بزاف غادي نخلي الكميه الاخرى يعني تنخليو بيض غادي نخلطو غادي نديرو الماريناج. شوفوا معايا هذا الفلفل الكشميري غزال راه كاين في السوبر مارشي اللي قلت لكم بالنسبه للناس اللي ساكنين هنا متبعين يعني تعطي اللون او ميم طون تعطي شويه الحار الا درتي شويه الا درتي بزاف راه يعطيك بزاف. ها هو الدجاج ديالي غادي نخليه 15 دقيقه غنمشي نحضر المرق ونخلي هاد الدجاج 15 كناخذو مقله طالعه بحال هكا كنديرو فيها ملعقه زيت على حسب كما قلت لكم الكميه. انا عندي غير 250 غرام ديال الدجاج الا كنتو ديروا نصف كيلو او كيلو راه غادي تضاعفوا المقادير. الزيت هنا ممكن ديروا جوج معالق الا درتو نصف كيلو نخليه يسخن مزيان وغادي نشحرو فيه داك الدجاج ديالنا. ناخذ الدجاج ديالنا حتى كيسخن الزيت والدجاج ضروري يكون مكعبات بحال هكا كبيره شويه ما يكونش مكعبات صغيره. غادي نشحرو تقريبا 5 دقائق كنحسو الدجاج ديالنا طاب يدخلو الطياب. والان ها هو تحمر معنا الدجاج ديالي غادي نحطو فواحد الاناء على ما نحضر المرق. ما نغسلش هاد الطاوة ما نغسلهاش هاديك الشي اللي بقى فيها غادي نكمل المرق فيها الطاوة النيت. بحال هكا تيدخلو شويه الحموريه كما قلت لكم نفس المقله ما كنغسلوهاش شفتوا ما كنغسلوهاش. كنديرو شويه الزيت تقريبا معلقه صغيره هكا ملعقه زبده والملعقه الاخرى تنخليوها بصل. نحركوا البصل على نار عاليه حتى كيولي اللون ديالو غادي البني. شوفوا معايا البصل ديالنا بدا ياخذ اللون البني. نضيفوا الطماطم نبقاو نشحروا في المقلاة على نار عالية حتى كتنزل هاد الطماطم كما كتشوفوا معايا يعني الطماطشة كتنزل صافي كطيب بحال هكا. كنزيدو الزنجبيل والثوم اللي بقى بس ما معلقه اللي بقات
كبيره ديال الخل، ملعقه صغيره ديال السكر، المكونات اللي زدناه تنخلطو، تنزيدو المكون اخر ونخلطو. ما كتحسوش نهائيا بمذاق السكر هنا، مكون سحري كيعطيوك مذاق طويل ما كتحسوش به نهائيا. الملح ما ديروش بزاف وذوقوا، ديروش بزاف من تبغيو تذوقوا حتى الاخير، ممكن تزيدوا الا كان هنايا، واخا تذوقوا ما غاديش يبان لكم. غرام مصالة او الكاري، هما مختلفين، الغرام مصالة ماشي هو الكاري، لكن الناس اللي في المغرب عندهم موجود الكاري على الغرام مصالة. والحار اللي بقى لنا او الفلفل الاحمر على حسب الاختيار ديالكم. غير غادي نضيفو نصف كاس ماء، يعني انا درت كمية تقريبا هنايا ديال شخصين حتى ثلاثة، يعني انا طفلة. وغادي اخيرا المرق ديالنا بحال هكا غادي نطحنوه بهاد الميكسور، الا كان سخون بغيتو مباشرة طحنوه، بغيتو تخليوه حتى يبرد وطحنوه في الطحانة. مع الطحين كتزيدو شوية الماء، كتزيدو شوية الماء وكطحنوه. حاولوا ما ديروش الماء بزاف باش ما تصفيتش ليكم، غير شويه الماء. كما قلت لكم المقله ديالنا ما غسلناهاش، غناخذوا الصفايه بحال هكا وغادي نصفيو فيها هذا اللي طحناه هذاك. وغادي نزيدوا الماء، كنزيدو الماء على قد داك الشيء. يعني شوف واش نفضل معنا غير هاد شويه صافي، على نار مهيله كنخلطو هكا. الان كنزيدو الملعقه اللي بقات لينا، دجاج غادي نزيدو في النار ونخليو هاد الشيء تطبخ حتى كيزيد يعقد معنا شويه. كما قلت لكم ما تزيدوش الماء، نصف كاس ماء كافي، وضروري من العمليه ديال انكم تصفيو. جيبوا الكريمه ديالي ملعقه فقط، ملعقة كبيرة، هنا كنخليو تقريبا 3 دقائق ملي كنضيفو داك الكريمة. شنو كنزيدو؟ كنزيدو أوراق الحلبة، كاتوري ميتهي، هادي راه موجودة في سوبر مارشي هندي هنا في جزيرة موريشيس. بالنسبة للمغرب ما عندهمش ورق الحلبة، غادي يديرو القصبر، غادي يقطعو القصبر صغير ويديرو القصبر، هذا هو البديل ديالو. ولكن الهنود كيبغيو بزاف أوراق الحلبة في هاد الأكلة، يعني كتجيهم مذاق ديالهم. بالنسبة نتوما يعني العرب اللي بغاو يجربو هاد الماكلة، من الأحسن يديرو القصبر، قطعو القصبر فقط، القصبر لا لي معدنوس. هانتوما ملي كتبقى دير هاد البقبيقات بحال هكا راه صافي طاب جاهز للتقديم. درت فيه انا اوراق الحلبه وديروا فيه شويه القزبر مقطع، ديروا فيه هاد الساعه وهاد الوقيته ممكن تذوقوا الملح هاد الوقيته قبل ما تحطوا. في الاخير كنديروا القزبر بحال هكا، يعني كاين الاكلات اللي كنديروا فيهم القزبر من الفوق كما قلت لكم، وكاين الاكلات اللي ما كنديروش فيهم القزبر من الفوق. هذا بحال بريزونطاسيون وكيعطي واحد فريشور للطبق ايضا.
كيديروا عاوتاني الكريمه السائله غير شويه بحال البريزونطاسيون. انا درت لكم لا بريزونطاسيون ديال المطاعم بحال هكا وبالصحه والراحه. جربوه راه غزال كيجي لذيذ بزاف، يعني ماشي الاكلات الهنديه كاملين يعني حارين. انا درتها معكم بطريقه يعني ما تجيكمش فيها الحار بزاف، طريقه يعني سهله ليكم، طريقه المطاعم اللي كيديروها سهله وسريعه. وكنتمنى تجربوها الطبق، ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاعجاب باش نعطيكم وصفات اكثر. ولا بغيتوا شي وصفه كتبوها لي لتحت، والاخت زهراء دابا غادي ندير الوصفه ديالك ان شاء الله نشاركها معكم. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.